اليوم السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوجد لكم طاجين برقوق مع الزيتون. نحتاج للطريقة الطاجين لحم اللي يكون عندكم متوفر في الدار، الدجاج ولا لحم غنمي ولا بقري كما تحبوا. نحتاج 3 بصلات كبار، مغرف كبيرة ديال بهارات اللحم متوفرة في المجازة، ومغرف كبيرة ملح، ومغرف كبيرة كركم، ومغرف صغيرة ولا نص مغرف كبيرة حرور بزار. ونحتاج الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس. نحتاج 2 مغارف زيت ولا مغرف كما تحبوا. كما راكم تشوفوا انا درت مغرف 2 مغارف زيت، ومن بعد ضفت البهارات اللي قلت لكم عليهم، وتنجموا تخلوا المعغينات هذا الشرمولات تقدروا تخلوها ساعه. انا خليتها نص ساعه، وانتم كيما تبغوا تخلوها الليل كامل ولا ساعه ساعتين كيما تحبوا. كما راكم تشوفوا تخلطوا مع 2 مغارف زيت هذوك لي زيبيس، ومن بعد ديروهم يتقلاو في نار هادئه حتى يطيبوا واحد البخيك 15 دقيقه. غادي تشوفوا الفيديو. نضيف عليها 3 بصلات كبار يكونوا متقطعين. كما راكم تشوفوا من بعد ما قارعت 15 دقيقة ضفت عليها البصل المقطع، البصلات كبار مقطعين حتى تشوفوا البصل ذاب، وتغطوا الطاجي. والناس اللي مش مجربه الزيتون بحال البرقوق غادي ما تندموش، يعطي داك الكو السكري والسالي، داك الملح والسكر يعطي كو شباب. هنا من بعد البصل ذاب نضيفوا عليه البطاطا كما تبغوا، 2 حبات كما تحبوا، ونضيف عليها القزبر كما قلت لكم، ونضيف عليها حتى الزيتون، غير هو البرقوق تخلوه من الاخير حتى يطيب اللحم. قلت لكم البرقوق خلوه حتى الاخير هو ما يشدش الطياب. ان شاء الله يعجبكم هذا الطاجين. ما تنساوش اعجاب بقناتي، واسمحوا لي بزاف في هذه الايام انا غايبه، عندي ولدي الصغير مريض وحتى بنتي، ان شاء الله طلبوا لهم الشفاء. وراكم في قلبي، ما نسيتكمش، غير سمحوا لي طولت شويه، ونتلاقاو ان شاء الله في طريقه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.